وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الرسول قال لهم ربنا أوحالي اللي إحنا هناخد إما العير قافلة التجارة السهلة الحلوة دي، لإما النفير، لإما هنحارب المشركين وهنكسبهم. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هم في داخلهم قالوا إيه يا ربي، نبقى ناخد أنهي؟ غير ذات الشوكة اللي هي التجارة السهلة. فربنا عز وجل لما وعدهم لإما دي لإما دي قالوا يا ربي إيه؟ يا ربي ناخد التجارة، يعني الأمر سهل بدون قتال وبدون حروب وبدون يعني إلقاء بالنفس إلى الموت أو نحو ذلك. شوف بقى ربنا عز وجل، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. تريدون الدنيا ولكن الله يريد إعلاء دينه ويريد أن ينصر دينه، لأن المسلمين تحولت الأمور تماما بعد غزوة بدر. بقى خلاص دولة ومعترف بيها ولها هيبة والناس تتكلم والعرب تتكلم ان المسلمين انتصروا على قريش، فبدأ يكون لهم اعتبار كبير في هذا بعد تلك الغزو. انتوا عايزين التجارة السهلة البسيطة والغنائم الباردة دي، لكن مش تفتكروا قضية الدين. طيب لما ما يحصلش قتال، والقتال ده هيكون فتح ليكم وهيكون سبب لنصرة الإسلام ونشر الدين، فغصبا عن الواحد بيفكر في شكل معين، مصلحة معينة، لكن ربنا عز وجل هو الذي يدبر الأمر. ولذلك برضو سبحان الله، يعني تلاقي مثلا واحد يقول خلينا يعني ايه في حالنا كده وما لناش دعوة، مع ان هو لو دعا الى الله ونشر الإسلام لكان ذلك خيرا له. يعني بشكل أوضح، الدول ليه ما تعلنش الجهاد وليه ما تقولش احنا اسلام؟ يعني خلينا في حالنا وعايشين كده والدنيا تمام ونشوف للناس الاكل والشرب. ايوه انتوا بتفكروا من طرف دنيوي بس، لكن لازم تفكروا من باب اعزاز الدين واحقاق الحق ونشر الاسلام، حتى لو كان في ده مخاطره شويه. ما طبعا احنا قاعدين امنين مطمئنين تمام التمام، لما بقى نعلن الجهاد في خطوره، لكن مش مشكلة هذه الخطورة في سبيل نصرة دين الله عز وجل. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. بكلمات يعني بأوامره. ما لما ربنا يأمركم بالقتال وتقاتلوا وتنتصروا يعز الله أمر الدين، والدين عزيز، لكن ينتشر بين الناس عزة الإسلام ويهاب المسلمين ويقطع دابر الكافرين. يموت بقى صناديد الكفر دول اللي قعدوا يحاربوا في الدعوة سنين، أبو جهل وغيرهم من عتاة الكفر، وفعلا عتاة الكفر ماتوا في غزوة بدر، وأبو جهل يقتلوا 2 من الشباب الصغير، معاذ ومعوذ، رأس الكفر 2 شباب صغير يموتوا، سبحان الله العظيم. فطبعا لما تموت صناديد قريش يبتدي يعملوا للمسلمين 1000 حساب، ويبتدي يشوفوا ان الكلام ده معجزة فيدخلوا الإسلام. ده أكيد ربنا مأيدهم وناصرهم، لأن المعركة غير متكافئة على الإطلاق. ويريد الله أن يحق الحق، الحق هنا الإسلام، بكلماته بأوامره التي يأمركم فيها بالقتال، ويقطع دابر الكافرين، يستأصل الكافرين بالهلاك. يبقى ده إخبار من الله إن عتاد الكفر سيموتون في هذه الغزوة. وطبعا المسلمين مدام هو وحي من الله يذعنون ويسلمون ويصدقون الوحي من الله تبارك وتعالى.